بسم الله الرحمن الرحيم، ما مصير المسحور إذا مات الساحر؟ يعني باختصار شديد لو إن حد راح لأي ساحر من السحرة وعمل لي عنده سحر وبعد كده الساحر ده مات، مصيري أنا إيه؟ السحر اللي اتعمل لي ده إيه؟ هل هيتفك لوحده أم أن الأمور ستزداد تعقيدا؟ كمان لو إن الذي أخذ أثري وذهب إلى الساحر هو الذي مات مش الساحر نفسه، مصير السحر اللي اتعمل لي أنا إيه؟ هيتفك لوحده أم أن الأمور ستزداد تعقيدا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بأمر الله جل وعلا، فكونوا معنا وتابعونا حتى النهاية. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا أردنا أن نعرف مصير المسحور بعد موت الساحر أو موت طالب السحر، ينبغي علينا أولا أن نفرق بين موت الاثنين. طالب السحر هو الذي يذهب إلى الساحر ويقول له أريدك أن تصنع لي سحرا لفلان أو لفلانة، وهذا إذا مات لا ينفك السحر ولا ينتهي، بل يظل مفعوله وأثره ممتدا حتى بعد موت ذلك الشخص، وذلك لأن السحر في ذاته لا يفتقر إلى نية، وإنما يفتقر إلى ساحر لعين وإلى خادم سفلي يوكله بذلك السحر والعين. طيب، إذا انتهينا من أول نقطة، إن طالب السحر هو اللي بياخذ أثر الناس ويذهب بها إلى الساحر ويقول له اعمل لي سحر لفلان واعمل لي سحر لفلان، هذا إذا مات فإن السحر بعده لا ينتهي ولا يتوقف، بل يظل مفعوله وأثره ممتدا. لكن إذا مات الساحر، المسألة تحتاج إلى تأصيل علمي دقيق، لأن الحقيقة أكثر الذين تحدثوا في هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت يعني لم تكن عندهم الدراية الكافية بهذا الأمر. يا جماعة الخير، اجعلونا بالله عليكم نفصل المسألة تفصيلا علميا. هو الساحر ده الأول شغال بإيه؟ شغال بخدمة من الجن. طيب كيف عثر عليها يا مولانا؟ بحث عن كتب التحضير، هذه الكتب فيها أسماء الجن وقبائلهم وأعرافهم وعاداتهم وأوصافهم وأماكنهم وطريقة تحضيرهم. كل اللي بيعمله الساحر بعد ما يقع في يده كتاب خبيث من هذه الكتب أنه يقوم بالمطلوب من استدعاء ذلك الجن وتقديم القرابين الكفرية والشركية التي حتى تخرجه عن الملة، لكن هو لا يبالي أصلا بما يفعل، أهم حاجة يستطيع أن يكوش ويحوش مجموعة من الجن. يبدأ بقى أي يحضر الجن ده والجن ده ويكون جن أقوياء ويقول لهم أريدكم أن تطيعوا أمري. طبعا هو إذا قدم له المطلوب صاروا تحت ولائه وصاروا تحت إرادته، لا يعصون له أمرا، وبذلك بقيت عنده خدمة من الجن أو خدام من الجن. إيه كمان خدمة من الجن دي يا مولانا؟ الخدمة من الجن هي عبارة عن أعداد كثيرة منظمة طائعة من الجن تعمل تحت قيادة صاحبها اللي يملكها. هو الأول بيسيطر على جن أو على اثنين أو على ثلاثة، وبعدين يقول لهم ايتوا بالجن الذي هو أضعف منكم. وأنتم تعلمون أن الجن فيهم رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم، والجن عبارة عن غابة، القوي فيها يحكم الضعيف، والموضوع ده لا يختلف فيه اثنان. بمجرد ما تبقى عنده خدمة خلاص هو بقى يبدأ يشتغل الشغل اللي هو عايزه. كل ما يعمل سحر يوكل به خادما سفليا لعينا من هذا الجن لكي يباشره ويلقيه ويحرسه عند المسحور، لأنه السحر ده خلي بالك ليه أركان، سحر وساحر ومسحور وخادم سفلي لعين يوكل بذلك السحر والعمل. معلش أنا أريد أن أصل المسألة بس عشان أرد على الإخوة اللي هم غلطوا في الموضوع ده وفتوا الناس إفتاء خطأ. يبقى السحر ده ليه أركان، سحر وساحر ومسحور وخادم سفلي لعين يوكله ذلك الساحر بحراسة وإلقاء السحر والعمل على ذلك المسحور. خلاص، يبقى إذا اختلت هذه الأركان أو إذا اختل منها بعضها أو اختل منها ركن من هذه الأركان فإن السحر يفسد. طيب هو خلاص كون الخدمة بتاعته وبيقدم لهم اللي هم عاوزينه من التقرب والشركيات والكلام ده، ويقول لهم أنت خلاص أنت يا فلان، يسمي الجن باسمه يعني، تحرس سحر فلان وأنت تروح تعمل سحر فلان وأنت تروح تعمل سحر فلان، ويبقى كده لو هو مثلا عامل له 200 300 400 سحر موكل بهم 300 400 خادم من الخدام اللي هو عنده تحت أمره لا يعصون له أمران. طيب إذا مات ذلك الساحر ما الذي يحدث؟ ينفرط عقد الخدمة. يعني ينفرط عقد الخدمة مولانا، يعني كل الجن اللي شغالين معاه خدام خلاص كل واحد هيمشي بها. هيروح على صم وابوه زي ما بقول كده ايه في لهجتنا العامية المصرية، كل واحد هيطلع على صم وابوه، محدش هيقعد بعد موت ذلك الساحر. ليه؟ لانهم كانوا موجودين مع هذا الساحر بمقابل يعطيهم اياه ذلك الساحر، فيه مقابل الساحر ده بيعطيه للجن. بعد ما يموت الساحر الجن ده ايه اللي هيخليه يقعد حارس الاعمال وحارس يبقى خلي بالك إذا مات الساحر نقص العمل أو السحر ركنين من أهم الأركان بتوعه. أولا نقص الساحر نفسه،
ها الذي مات. ثانيا انفض عن ذلك السحر كل الخدام الذين يوصلون ذلك السحر للمسحورين واللي هم قاعدين بيحرصوا عليه. ولذلك احنا بنقرا رقيه شرعيه ليه يعني؟ ما انت لا تستطيع ان تقرا رقيه شرعيه فتبطل بها مفردات السحر اللي عملها الساحر. لا، مفردات السحر اللي عملها الساحر دي ممكن تكون عنده وممكن تكون مدفونه عندك. انت بتقرا الرقيه الشرعيه حتى تزيل من عليك اثر السحر الذي يلقيه الخادم السفلي اللعين بيطفشه بالقران زي ما بيقول. ها طب افرض هو مشي وطفش وهرب وحده، خلاص كده السحر اتفك. يبقى باختصار شديد، مش عايز اطول عليكم يا جماعه الخير، اذا مات الساحر فان السحر يتوقف وينتهي ويتلاشى ويشفى منه المسحور بامر الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دايما بندعي ان يهلك الله سبحانه وتعالى كل السحره المجرمين، لانه دول لو ماتوا غرف 60 داهيه الارض هتنضف منهم والشر هيخلص من الارض طول ما هم موجودين، فسحرهم وشعوذتهم وخدامهم اللعين فوق اكتاف الناس وفوق رقاب الخلق. طيب كمان اخر حاجه قبل ما اختم الحلقه، واحد يقول لي يا مولانا ما كمان احيانا في ناس بتشغل الجن بس مش بالكلام اللي انت بتقوله ده بالقرابين وبتاع. فعلا كده، في مثلا واحد بيشغل الجن من خلال تعارفه على ذلك الجن. طب وده اتعرف عليه ازاي يا مولانا؟ يعني مثلا قابله في نادي ولا اتصل عليه بالتليفون؟ لا، ساضرب لك مثالا. لنفترض مثلا ان جنية عشقت شخصا وتلبست به. الإنسان لو رضي بالجن العاشق، الجن العاشق سيظهر له حقيقة، خلي بالك. فواحد وأنا أعرفه يعني من هؤلاء فعلا يعني، طيب عشقته جنية تلبست به، هو بعد ما عرف أنه الجنية دي عشقته رضي بها فبدأت تظهر له، فهيبدأ بقى يقول لها اعملي لي خدمة، زي ما بنسمع من الناس يقول لك معاشر جنية بتفتح له الارض قدامه عشان يشوف الكنوز وبتعمل له خدمه. ايوه فعلا الكلام ده واقعي فعلا. فقال لها مثلا كوني لي خدمه، هي مثلا على درجه معينه من القوه بدات تجيب الجن اللي اقل منها وتحكمه وتقول لهم طيعوا ذلك الرجل. خلي بالك ده يا مولانا، تعرف على الجن او كون خدمته ليس كالذي قلته منذ قليل، لا بطريقه ثانيه. أيضا هذه الطريقة بعد أن يموت ذلك الشخص بينفرض برضو عقد الخدمة، برضو الجنية اللي كانت بتعشقه هتعمل لها السحر للناس، يعني هتستفاد مني هي كانت بتعمله إرضاء لذلك الشخص، والخدمة اللي تحتيها كانت بتعمله إرضاء لها هي، فخلاص هي من دم كبرت دماغها وخلاص القصة دي ما فيش محدش هيروح للسحر يحرسه ولا يحفظه ولا كي مسحورين، هيبدأ السحر يتلاشى ويضعف نهائيا ويشفى منه المريض بأمر الله سبحانه وتعالى. فعلى طول الخط يا جماعة، المتسبب المباشر اللي هو الساحر أو صاحب الخدمة إذا مات انتهى السحر بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن طالب السحر لو مات السحر يظل ممتدا حتى بعد موته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك كل السحرة وأن يدمرهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يخلص الخلق منهم، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.